صباح الخير مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيح؟ لاباس نتوما؟ مزيانين، نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا الحمد لله ترحمنا الحمد لله بالامطار ديال الخير والشتاء والرزق ان شاء الله. يا ربي بيكون ان شاء الله مع هاد الشتي وهذه اللي جات. كما كتشوفوها نتوما الضباب عندنا هنايا والبروده هاد الصباح، ما نقول لكمش على هاد البروده ديال هاد الصباح اللي كاينه الحمد لله عليها. ايوا، واليوم ان شاء الله يا ربي غنقدم لكم واحد الحريشه ان شاء الله بلديه طبيعيه في الكانون باذن الله، ونتمنى تعجبكم هاد الحريشه اللي هي من المطبخ ديالنا البسيط ومن الاكل ديالنا الطبيعي ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف بزاف مشاهدينا الكرام. هانتيما كما كتشوفوا عندنا الضبابه هنا والجو بارد بارد، كيخصي شي حاجه اللي سخونه مع شي بريره ديال اتاي مصاوب الشيبه. ايوا، واش تشوفوا الفطور يطلع واعر ان شاء الله، وزيت البلديه جديده ان شاء الله، وعيطلع الفطور واعر باذن الله. يلا تبعوني. كما تشوفوا العفيه راه ما بغاتش تشعل لنا انت مع العود، يقولوا شلوح الصميطه قصاحين واش يقولوا قصاحين يقول زعما نطيق صحي، قول تا مازال تصحوا لنا المعلومه والله الا قال لك صومي طيق صحي. شفتي الضحك؟ ما يضحكوا عليك. نقول سيدي صحح لك، ماشي سيدك اللي يدخل عندك القناه ديال تا مازال وما يصحوش، حيت عند ختي تيقولوها في الشلوح ماشي صمت القصاحي بحال هكا. لا يبارك بصح. انت ما كما كتشوفوا العواد راه ما بغاوش سميتو يشعلوا العافيه حقاش البروده مع الشتا طاحت عليهم. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام مع هذا الجو ديال الشتا والبروده، ونجو للكانون حنا بعدا نسخنوا شي شويه عاد نبدا نصاوب الفطور. بعدا شي شويه زهر سخون عليا وعليك. سخن يدي باش نبدا. بسم الله. كما قلت لكم مشاهدينا الكرام غادي ندير هذا النهار واحد الحرشه ديال البلبوله ديال الشعير ديال البلاد اللي كنصاوبوها حنا في الفطور في الوقيته ديال الجد، مزيانه وصحيه. نتمنى تعجبكم هذه البلبوله هذه، هذه الحريشه هذه، نتمنى تعجبكم هذه الحريشه هذه. ايوا تابعوني. كما قلت لكم انا خديت هنا زلافه ديال البلبوله ديال الشعير، وضفت ليله تقريبا شي جوج زلايف ديال الماء يكونوا دافيين باش كتفزق لي، ودرت معها ربع كاس ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، وخليتهم مع ديك جوج زلايف ديال الماء يفزقوا. انا بالنسبه لي عندي البلبوله غليظه، اما اللي عنده البلبوله رقيقه خصو على الاقل يدير عزلافه ديال الماء، وتقريبا في الفزاك ديالها خصها غير 5 دقائق، ماشي بحال دابا انا استعمل درت نص ساعه ديال نص ساعه باش خليتها تفزق. اما اللي عنده البلبوله رقيقه خصو غير 5 دقائق ديال 5 دقائق باش تفزق البلبوله، لان دغيا كتشرب ماشي بحال هذه. انا عندي هنا مع حنا هنا في البلاد عندنا غير هذه البلبوله هذه المويه اللي كتجي شي شويه من هكا. ايوا، ونخلط معها شويه ديال السميده ونديرها على الكانون ونوجد الفطور ديالنا. ونتمنى تعجبكم هذه الحرشه اللي هي بسيطه، وكتعرفوا كما كتعرفوا هذه البلاد اللي كتميز دي بالبساطه ديالها، ونقدموا لكم ما هو بسيط وما هو صحي ان شاء الله باذن الله. وتابعوني. كاس ونص ديال السميده انا ندير عيب يدي، ندير جوج كعيش شويه على حسب الخلطه. اما مشاهدينا الكرام يديروا كاس ديال السميده رقيقه الصفراء ولا جوج كيسان ديال السميده على ما تخلط لهم هذا سميتو لما تجمع تجمع لهم هذه البلبوله هذه. شوف التصويره الحاجه فين مشى. المهم جوج كيسان انا كناخذ كندير العبار عيب يدي لما تجمع البلبوله وصافي، ماشي ضروري
كل واحد وشحال عاد جمع له البلبول. جمعنا الحرشة على هذه الطريقة هذه. هي شتي هي ما فيها لا خميره ولا شي حاجه، الملحه شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال السميده الصفراء كنخلطوها مع البلبوله، وراها كما كتشوفوا راه زعما مزيانه لسميتو المعده، الناس اللي كيكون عندهم المشكل ديال المعده وديك الشيء راه زوينه وصحيه. ونتمنى تعجبكم. نديروا السميده ها الكرام، حنا كنعرفوا المغربيات الحمد لله حادقين وكيعرفوا يصابوا الحرشه، احنا دابا بغينا نقدموا لكم حرشه بسيطه ديال البلاد نتوما كتعرفوا في هذا الجو هذا ديال البروده والجو ديال الشتاء مع الكانون. ايوا نتمنى يعجبكم. يلا سميه راه الدخان بقى يبكيك. وياه بديت كنبكي الدخان بدا كيطلع فيا. وياه دابا صافي نحطها هنايا وندق عليها وديك الساعه نديرها في الكانون. ها هي الحرشه ديالنا مشاهدينا الكرام، احنا دقينا عليها ودابا نديرها في الكانون وندخل شويه العواد هكا. ها انتي مشاهدينا الكرام شوفوا الحريشه، ها هي الحريشه ديال البلاد ديال البلبوله ديال الشعير. الدخان قتلني. واليوم فطور طبيعي كما كنقول لكم، حنا هنا في جباله ها انتي شوفوا الشمشه عاد شرقات ديال الصباح، راه مازال الحال عرفتي شو الضبابه صبحه والبرد هذا الصباح مع الشتيوه كما قلت لكم طاحت الحمد لله. هانتي مشاهدينا الكرام، هانتي هالحريشه ديالنا كطيب في الكانون. ايوا كما كتشوفوا كطيب على المهل بشويه وكتجي طايبه على خاطرها، يعني ماشي مخطوفه. ايوا كما قلت لكم حريشه بلديه ديال الكانون. هانتي قلت لكم كما عطيتكم الوصفه ديالها ما فيهاش كاع يعني لا خميره ولا شي حاجه، كنديروها غير بالماء والزيت البلديه وشويه ديال المليحه ايوا وكنعملوها. هانتي كما تشوفوا مشاهدينا الكرام، احسن حاجه هي البساطه والحاجه طبيعيه يعني بلا ما ندخلوا فيها شي حاجه كيماويه. ندوروها بعدا شي شويه هكا باش طيب على خاطرها. تمنيتكم مشاهدينا الكرام تاكلوها معايا بالصحه والراحه. والله الا تمنيتكم مشاهدينا الكرام تاكلوها معايا ومرحبا بكم عندي نصاب لكم هذه الحريشه ان شاء الله يا ربي باذن الله. مشاهدينا الكرام الحريشه طابت نقلبوها. هانتي كتشي هذه الحريشه فؤادي كحكح هاد الهضم النعاس عفيت هاد الصباح انا صورت بلاصتو. ايوا هانتي مشاهدينا الكرام ها الحريشه ديالنا، خصنا الزويت البلديه وانتي ما تاكلوا الحريشه معنا، جو تاكلوها بالصحه والراحه. نتمنى تعجبكم هاد الحريشه هانتي واعره. ايوا نقطعها لكم في الفطور باش تشوفوها كي دايره. صباح الخير عليكم، كي صباح السهولة مساء عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين اموركم بخير الحمد لله. حنا دابا وجدتنا سمية الفطور ان شاء الله، انا وولدي هو جالس قدام. صباح الخير يا اسراء. صباح الخير بنتي. كي صبحت لاباس عليك؟ لاباس. وجدتنا الفطور ان شاء الله الحرشة بلدية ديال البلبولة ان شاء الله، غنفطروا ان شاء الله بزويتة بلدية هي شغلناها الحمد لله كما كتشاهدوا. واخا عارفين زويتين وبويضات بلديين كلشي بلدي ان شاء الله. ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله تفطروا معنا، تجيو عندنا مرحبا بكم. هاتي هو كتشحر على بزمره ثاني، كنتمناو يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله وشاهدونا وتبارك الله عليكم.
يلا اسراء، كيفاش جاتك الحرشه اسراء؟ ياك ايوا ما كليتهاش باش تقول لي لذيذه، هي كتقول ماما كليده وصافي كتشكرها. شوف انس هو اللي الفيديو. تبارك الله عليكم وشاهدونا ان شاء الله. السلام عليكم. ديروا لنا لايك شير وتفاعلوا، نشوفكم جديد. الله يعطيك الرضا يا بنتي.